مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحوال الطقس المرتقبة لنهار الغد حسب مصالح الأرصاد الجوية، فالأجواء ستكون متقلبة، أحيانا بعض الأمطار غير مستبعدة بالنسبة للسواحل وحتى المناطق الداخلية، لكن ستزداد غزارة وأمطار رعدية، احتمال أن تكون مرفوقة ببرد على المرتفعات الداخلية الوسطى والغربية. الأمطار ستمتد إلى منطقة الثورة شمال الصحراء، وابتداء من ليلة الغد على المنطقات الواحات، زوابع رملية بكثرة بالصحراء الوسطى، مناطق الجنوب الغربي للوطن وحتى بشمال الصحراء. خلال هذه الليلة إذا درجات الحرارة الدنيا تتراوح من بين 9 درجات إلى 18 درجة بشمال الوطن، 17 درجة بشمال الصحراء، 23 بأدرا، 22 درجة بإن صلاح، 21 درجة بأقصى الجنوب. غدا بحول الله سيكون في ارتفاع محسوس لدرجات الحرارة القصوى، 29 درجة بالنسبة لعنابة سكيكدا، 25 بالعاصمة، تيزي وزو، 19 بوهران ومستغانم، 22 بالجلفة والبيض، 26 ببتنة، لن تتعدى 29 درجة بشمال الصحراء، 38 بأدرا، 40 درجة بين صلاح، 41 درجة كلما اتجهنا نحو أقصى الجنوب الجزائري. البحر عموما سيبقى قليل الاضطراب على طول الشريط الساحلي، سرعة الرياح لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة على السواحل الوسطى وحتى الشرقية، 20 كيلومتر هذا على السواحل الغربية. هذا داخل الوطن. خارج الوطن بالنسبة لأمريكا الشمالية، الأجواء ستكون غائمة كلية بموريال مع درجة واحدة دون الصفر، مشمسة تماما بنيويورك مع 6 درجات، نفس الأجواء بواشنطن مع 9 درجات، 22 درجة بميامي، مكسيكو 29 درجة، 27 درجة بدالاس، كاليفورنيا تقارب 22 درجة، وفي الأخير فانكوفر درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 14 درجة مئوية. شروق الشمس لخص الجزائر العاصمة وضوحيها نهار الغد سيكون في حدود الساعة 6 صباحا و38 دقيقة. عناوين مصلحة أرصاد الجوية تبقى دائما في الخدمة. أشكركم على